الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. روى أو أخرج الإمام أبو داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا هو الذي تعيشه الأمة في هذه الأيام، أن يتسلط عليها الأعداء من كل جانب، وأن يأخذوا ما فيها من خيرات، وأن ينتهكوا ما لديها من حرمات، وأن يستضعفوها ويستعبدوها. فكيف الخروج من هذه المآسي والمشاكل؟ وقد شخص النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي أصاب الأمة. قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل تكالب الأعداء علينا من قلتنا؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، كتار الذين يشعرون ويرفعون شعار أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وغثاء السيل هو ما يحمله السيل من فوقه من الزبد ومما لا نفع فيه. قال: ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، يعني الأعداء تاني حيبقوا ما يخافوا مننا. وبعد ذلك قال: وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وده السبب يا أخواننا بتاع ضعف الأمة الإسلامية، أنها ابتعدت عن دينها ابتداء من العقيدة، العقيدة الصحيحة. وده عنده طبعا ده موضوع كبير وعنده أسباب كثيرة، ومظاهر ضعف العقيدة موجودة موجودة. خليك مما تمرك برا في الشارع أو تشوف الأمة الإسلامية كلها، الليلة لو جيت الجامعة هنا بتلقى العقيدة تعبانة إلا من رحم الله. تلقى في ناس قاعدين بيسبوا دين جوا الجامعة هنا، سب دين عديل زول يزالوا ماف زي الجماعة القاعدين بغادي. والعلمانين والحمد لله بيقوا ما قادرين يلموا الطلبة إلا بالمسرحيات. الواحد يبقى زي الأرجوز، يمشي يمثل دور واحدة ما عارف كيف، وديك تجي تمثل دور كيف، حتى يقدروا يلموا الطلبة، لأنه بيقى ما عندهم خطاب الشيوعيين، لأنه ما ممكن تقنع زول بأنه الله ماف، أو تقنع زول إنه نجي من الصباح نتقاسم حقنا سوا، ما ممكن نساويك بزول شغال، عرفتها؟ دايرين الناس يكون ما عندهم دين. ده مظهر من مظاهر ضعف العقيدة الإسلامية، وده لابد الطالب يتنبه له، لأنه بيجي للناس ما بيجوك طوال يقول لك أكفر، لأنه آدم عليه السلام إبليس لما جاءه ما قال له طوال أرحكك نمرق من الجنة ونعصي الله، لا، وإنما يأتيك بخطوات ومداخل. عشان كده ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا شنو؟ خطوات الشيطان. كذلك شيعين من شياطين الإنس، ما بيجوك طوالي بالباطل، وإنما يأتونك بخطوات وبأسماء براقة، باسم التقدم أو باسم النضال أو باسم المهمشين أو باسم الثورة أو باسم المسجونين والمظلومين. وهم أجرم ناس، أجرم ناس المجموعات الشيوعية دي، عرفتها؟ وده الكلامهم ده لو عشرات السنين، لو سئل هذا الشجر وكان له فم ينطق لشهد بذلك من زمان بكركو، وما في حاجة يتغير، ما في أي حاجة تغير. يبقى يا أخواننا الإنسان يبتعد من مثل هذه التجمعات، تجمع بتاع شيعين، ناس بيعتقد إنه الله ماف، زول بيقول الله ماف عديل، تلقاه زول طالب زيك ويعتقد هذه العقيدة الكفرية والعياذ بالله، يلحد بالله سبحانه وتعالى، وبعد ذاك يطعن في الإسلام ويطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، وممكن هو ذاته
تلقاه شايل له حلاوة مولد، بيقول لك ما مولانا رأيكم شنو في حلاوة مولد؟ حلاوة مولد ايش نقوك بها يا وسخ؟ انت بتقول الله ما في مالكم الحلاوة مولد ولا ما حلاوة مولد؟ عرفتها؟ فده منهج موجود في الجامعة يدل على ضعف المسلمين، وأن المسلمين في حال بعيد جدا عن الدين، وده سبب تسلط الأمة الإسلامية. تجي تلقى في واحدين شيوعيين زي أو شعبيين زي الشغل المران بيجاي قاعد بيجاي ده، عرفته؟ تلقاهم قاعدين ودير عندهم موضوع واحد، ألا وهو الطعن في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام باسم العقل، عرفته؟ تجي تلقاهم شغالين وينكروا لك أي حاجة ثبتت بالقرآن أو ثبتت عن سنة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينكروها ويطعنوا في الدين ويستهزئوا بالصحابة إلى آخر. وده أصلاً الشغل بتاع العمل المرسلين من الكفار، والشغل اللي بيستقوه هؤلاء ممن يسمون بالمستشرقين، يمشي يشيل الشبهات بتاعة الكفار، يجي ينشرها ويبثها بين أمة الإسلام وبين شباب المسلمين. فيطلع الإنسان من الجامعة بعد ما جاء إنسان مسلم وإنسان سوي يعظم الدين ويعظم النبي صلى الله عليه وسلم، يطلع إنسان مجرم وملحد يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن أصلاً ربنا رفعنا بالدين، كما قال الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، قال نحن يعني لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وقال عمر أمير المؤمنين، نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. شكد النبي صلى الله عليه وسلم قال لن ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم، لغاية ما الناس يتوبوا ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك بتجي تلقى في صوفية قاعدين هنا في الجامعات دي، طالب جامعي صوفي خش الجامعة، لقى له ثلاثة قاعدين يتكلموا ومشى معهم، سمع كلامهم، وبدل ما كان إنسان محترم في الجامعة بقى يمشي يسيف التراب بتاع الفقراء، وبيعتقد انه الاولياء بيعلموا الغيب وبنزلوا المطر، وكمان لو زول بتاع خلط كثير ممكن يمشي للفكي يكتب له حجاب محبه، والله جت ما شغله جايطه، فهمته؟ وتلقاه ما عارف ليك بقى، بدل انسان ماشي كويس تلقاه شايل له نوبات وبلاوي ومصايب وماشي وينشر في هذا الباطل، عرفته؟ الى غير ذلك من مظاهر ضعف الامه الاسلاميه. بعد ذلك بتجي تلقى مصايب موجوده في الجامعات، كثير من الطلبة إلا من رحم الله جايين الجامعة دي لبرنامج معين بس، والواحد تلقى فهمه كل مما يخش من ابتداء اليوم الدراسة لغاية ما يمرق من الجامعة بعد انتهاء اليوم الدراسة وبعد انتهاء المواصلات وأي حاجة، برضو برنامج واحد. فعشان كده أخواننا الأمة ما بتتقدم، ما بتتقدم. الجامعات دي محلات بتاعت علم، ليست أماكن لاستعراض العضلات والكريمات، عرفتها؟ فده كله يعني بقى سبب من أسباب إنه المسلمين يبقوا ضعيفين، وأن تتكالب عليهم الأمم. بل أصبح كثير من شباب المسلمين اليوم يعيش معك بجسده وهو غائب عنك بمنهجه وما يميزه من الدين والإسلام والعقيدة والسلوك. بل حتى واحدين بتلقى حتى في الباطل ذاته في الغنى بيقوا ما يسمعوا شيء عربي، حتى في الباطل بتاعه تلقى واحد هاي يسمع ليه ناس كريت ديفيد وما عارف مين وبتاع، والود تلقاه نظام عايش في امريكا، وهو بعدين راجع وشرب تحت مواصلات، والله وزاته راجع وشرب تحت مواصلات برا، وراجع وشماعه ومدافسه بالشباك، كريت ديفيد بيدافر بالشباك، ما قاعد يدافك، ذاك عنده عربيه لو جابوها لك هنا تبني لك الجامعه دي كلها عمارات. لكن الناس دي ما عايشه في وهم، عايشة في وهم عجيب. وديك ممثلة فوقها ممثلة تركية قايلة روحها، وداك قايل نفسه شاشة كابور، فهمتها؟ تلقاهم لافين في الجامعة على الوهم ده، وما في حاجة، حاجة ما في، أنت مفلس وديك مفلسة والنجيلة بتاعتكم اللي قاعدين فيها مفلسة، فهمتها؟ فهو الساكت ما تضيع زمنك، على الأقل أمشي أقرأ استفيد، أمشي صلي يا أخي. ناس تلقاهم قاعدين 16 ساعة صلاة ما بيصلوا، ده شنو ده؟ عرفتها؟ ولذلك يا إخواننا ده كان سبب كبير جدا من أسباب ضعف المسلمين. عشان نرجع يا أخواننا والناس يرجعوا إلى 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 مجدهم وعزهم،
ابتداء من العقيدة، الناس تكون عقيدتها في ربنا سبحانه وتعالى. العقائد الشركية النشرها لنا الصوفية الآن بما دايرنا، عرفتها؟ والحمد لله الشغل بتاع الصوفية بدأ ينحسر، وبقى الشغل القديم بتاعهم ده ماشي في قلة، لكن لسه داير شغل كثير، عرفتها؟ عشان كده ظهر داك المشى برا السويد ولا استراليا داك اللي اسمه الشيخ التشيكسي داك، عرفتها؟ لأنه عشان يجيبوا إنسان عليهم بالمعتقد بتاعهم، يعني بقى من الصعوبة بمكان كثير من الناس في المجتمع، والحمد لله بقى يقول للزول يا أخي نعمل كده ليه؟ ننادي الفكيل ايه؟ نمشي القبة ليه؟ جيب دليلك، عرفتها؟ وما بيلقى دليل. ولذلك الناس ديل الآن بقى عندهم وسائل جديدة ينشروا بها هذا الباطل. فلا بد يا أخواننا تتصحح العقيدة أولا، الإنسان تكون عقيدته في الله سبحانه وتعالى. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما تكلم في الواسطية عن الإيمان بالله قال: وهو يتضمن أربعة أمور. أول أمر من الأمور التي يجب أن يتضمنها الإيمان بالله وأن يعتقدها المؤمن هو أن يعتقد وجود الله سبحانه وتعالى، مش زي الشغل بتاع المستغلين ديل. أنا والله جيت قالوا لي في مستغلين شغالين، أنا قال في نغاش وفي شغلة، داري شغلة بتاعت يعني مسرحيات وكلام فارغ ذاته، والله ما يرتغي لي طلاب جامعة الخرطوم. زمان هنا بتلقى في شيوعيين ناس بنسكب مطر الدم وتم تررم تررم، حكاية القردة شالت نبقة وخلت نبقة وجدعت نبقة، أنا البحر الكبير إن عبروني، تلقى بنية أنا البحر الكبير إن عبروني، وأنا الشوك الكتر إن جرجروني، وأنا شنو الجن اللي بخلي الكوزينوني. أسي الأولاد ذاتهم ما بخلوا الكوزينوني، فهمت؟ عشان كده لما يجيني واحد يقول لي نزغط نزغط بقول لك كذا شيت حيلك، أول حاجة كذا أول حاجة القاش ده أربطه كويس ما يزغط، فهمت؟ حتى بعد أكتر شيء دار تزغط هو ساكت. أنا جبت معي كتاب بتاع مؤتمر الطلاب المستغلين، حزب كامل قائم على العادات السودانية، يعني قال لابد نرجع العادات السودانية. قالوا ما دارين دين، أها دارين ترجع شنو؟ قالوا نرجع السرتية والمحلبية وقطع الرحت ودق الشلوفة والشلوخ وما أعرف شنو، كلام فارغ ساكت، عرفتها؟ وده المؤسس بتاعهم، حزب قام بشاكوش. عشان كده العلمانيين ديل ما بيشتغلوا إلا عن طريق إشاعة الفساد، شيوعيين والعلمانيين ديل ما بيشتغلوا إلا عن طريق إشاعة الفساد. الزول الأسس الحزب ده كان بيقرأ في طب هنا في الخرطوم، بعدين يتقدم له لوحده وأهله رفضه بسبب عنصري وده كلام باطل، قام قال أيوه يبقى كده نحن ما دايرين دين. منو قال لك الدين ده على العنصرية؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ما قال إذا جاءكم من ترضون حسبه إلى آخر، وإنما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم الدين والأخلاق. قام أسس حزب كامل قال ما دايرين دين، ما دايرين دين، لغاية زمان كان بيقولوا هنا إنه قالوا ليه الفاتح الصباغ في الأخبار بتاعت النشرة بتاعت تزعة، عرفت؟ قبل ما يقلبوها وتاني رجعوها كويس، والله يا 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 علمانيين قال دارين يقلبوها، قالوا أدروب سألوه قالوا الجماعة ديل قالوا دارين يقلبوا الشغلة. العلمانيين ديل الأحزاب اللي ما قادر أشيل حيلنا شني وأشيلك عشان نقف سوا، عرفتها؟ قالوا الجماعة ديل غيروا لهم الزمن ذاته، يعني أنت تجي ساعة الصفر تكون أربعة تجي تلقاها ثلاثة، شغلة جايطة، فهمتها؟ فأحزاب فارغة ساكت ما عندها أي موضوع. ده ألف الكتاب بتاعه ده وقال كتاب قائم على جدلية الهامش والمركز، وإنه في تهميش للهامش، ولابد من مراعاة مشاعر أهل الهامش الذين هم مركز الهامش الموجود في هامش البلد التي تهمشت في تلك الهوامش. وذول ما عنده موضوع، ذول مسطول بس. ده الكتاب كله قائم على الفكرة الباطل ده، وفي النهاية بيرجع ويقول إلى المنهج الشيوعي الباطل، المنهج اللي بيقول ما دايرين دين، زي ما قال الشيوعيين زمان قالوا يعني ينبغي أن تنقلب مصانع المآذن إلى المساجد إلى مصانع، وقالوا الخرطوم ما مكة، عرفتها؟ وأساء الإسلام والدين إساءة شديدة. فشغلة عجيبة ذاته، شغلة طويلة ذاته، تجيب معك كتب عشان تقعد تناقش أفكار
ما بتلقى زول ذاته عنده فكر أو منهج أو عارف منهجه أو فكره شان تناقشه فوقه. ما في موضوع، الموضوع هو عدم الموضوع، ده الموضوع وما في موضوع. يا ناس ما تمشوا تقروا كده، خلوا الشغلة دي خلوها شوية، انتوا ما بتشبعوا انتوا ها؟ الميقومة اتملت يا اخي، الله يهديكم يا اخي، مليتوا الميقومة، ما تقوموا امشوا اقروا شوية، عرفتها؟ فدي تنظيمات فاشلة، دي سبب في تشتت الأمة وضعف الأمة، والله الذي لا إله غيره، عرفتها؟ زول عشان يجي يتكلم بالحق هنا إلا من رحم الله ما يقبل لك كلامك، عرفت؟ تجي توري الناس الدين الحق، كثير من الناس ما يقبله. في النهاية نحن بنقول الكلام ما شغلتنا بزول، نقول الحق الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، لأن ربنا عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وعشان كده المؤمن يا أخواننا يبعد من هذه الفتن والمصائب التي تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتحدث في أمر العام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل. وده الزمن ده ذاته الزمن بتاع الفتن، عشان كده يا أخوانا الإنسان يبعد من هذه الظلمات وهذه يعني التنظيمات التي ما تريد إلا أن تجعل الإنسان يعني بعيدا عن الدين، بل تجعله كافرا بالله سبحانه وتعالى. وهذه هي مخلفات المستعمر، لما خرج من هذه البلد ترك لنا أمثال هؤلاء، ناس قاعدين بس البلد تكون في فوضى، تكون في مشاكل، تكون في فتن، شباب يكون ضايع همه يعني هموم ذات يعني وضيعة إلى آخر، دل دارينه مننا هذه التنظيمات، وما دارت تقدم للناس حاجة، ما دارت تقدم للناس خير، عرفتها؟ بل هي سبب الفساد وهي سبب الشر للمسلمين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فيصبر يا أخواننا الشاب ويصبر الإنسان المؤمن والمسلم ويبعد من هذه الفتن والمصائب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم شباب المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإذا كان في سؤال أو مداخلة أو استفسار يعني فرصة مفتوحة إن شاء الله.